السلام عليكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد. فهاد الفيديو هذا خوتي غنتكلم فيه باللغة العربية، حيت هذا الموضوع هذا اللي غنتكلم فيه كيهم الجميع. المهم نبداو على بركة الله. السلام عليكم إخواني أخواتي، في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة تغيير صورتكم الشخصية إلى صورة كرتون. فقبل أن أشرع في شرح الطريقة، سأخصص برنامج أقدم لكم فيه برامج تعجبني شخصيا وأشاركها معكم. سنبدأ في شرح الطريقة على بركة الله. أول مرحلة نقوم بها هي الدخول على بلاي ستور ونقوم بالبحث عن تون أب. بعد التحميل إخواني نقوم باختيار بالدخول على البرنامج ونقوم باختيار صورة لنا عبر هذه الطريقة. نختار صورة، هنا يتم تحميل الصورة. بعدها نقوم هنا باختيار القياسات التي نريدها. هذه الصورة فيها 600x600 كما ترون على هذا الشكل، يعني نقوم باختيار الحجم الذي نريده. بعدها إخواني نقوم بالضغط على أوكي. هنا كما تشاهدون يعني صور أشخاص يتحولون إلى صور كرتون. ننتظر حتى ينتهي التحميل. بعدها إخواني هنا كما تلاحظون يطلب مني أن أدفع ثمن لكي خلال 3 أيام نتجاوز هذه المرحلة بالضغط على الزر الأيسر في الهاتف. بعدها هنا تظهر لنا إشهارات كما ترون. هنا تحولت الصورة إلى صورة كرتون. هنا إخواني نختار اللون الذي نريده عبر هذه الميزة كما تلاحظون، هنا أزرق أبيض كما نحب. هنا إخواني هذه الميزة كما تلاحظون، خلفية صفراء. هنا إذا أردتم نصف كرتون ونصف صورتك الشخصية الحقيقية، هنا هذه الميزة كما تشاهدون. هنا كذلك هذه الميزة. برنامج إخواني أخواتي رائع جدا، أنصحكم باستخدامه وهو سهل جدا. هنا هذه الميزات كما ترون. هنا بالنسبة للميزات التي تظهر عليها تاج فوقها يجب أن تدفع لكي تستعملوها. هنا كما ترون هذه الميزة رائعة. هنا إخواني كما تلاحظون هذه الميزة، هذه الممحات تستعمل يعني للمسح كما تلاحظون. هنا نقوم بالمسح، ولكي نعود إلى الصورة السالفة أو السابقة نقوم بالضغط على الأسهم الموجودة في الأعلى كما تلاحظون معنا. نختار صورة أخرى للتوضيح أكثر، نقوم بتحميلها. هنا في هذا البرنامج الميزة التي تميزه هو أن رغم عدم ظهور الصورة بشكل جيد يقوم بعمل كرتون عليها وتظهر بشكل جيد كما تلاحظون. ننتظر حتى يتم تحميل الصورة. هنا انتهى التحميل، نقوم بالضغط على الزر الموجود في يمين الهاتف، زر الخروج. هنا كما تلاحظون يظهر معنا إشهار. هنا كما تلاحظون ظهرت معنا الصورة، يعني الصورة كانت في السابق كما تلاحظون أن الخلفية كانت يعني ليست ظاهرة بشكل جيد، رغم ذلك تحولت إلى كرتون وظهرت بشكل جيد كما تلاحظون معنا. هنا الميزات التي استعملناها سابقا.
المهم إخواني أخواتي، أتمنى أن البرنامج قد نال إعجابكم، ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم وآرائكم في التعاليق. Peace and love، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.